بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو بالليل هيكون بارد على اغلب الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خاصه ان انا ساكنه في منطقه القاهره الجديده، كان في امطار كثيره جدا من الفجر لحد يمكن ما وصلت الشغل، لكن لما جينا منطقه وسط البلد وفي اماكن تانية من زملائي بيقولوا لا ما كانش في امطار، فهل الامطار في اماكن واماكن لا يعني موجوده في اماكن على محافظات الجمهوريه بشكل مختلف؟ بالفعل، هو طبعا طبقا لتحذيرات الهيئه العامه للارصاد الجويه منذ ساعات، يعني الساعات المتاخره من الليل وحتى ساعات الفجر ويمكن حتى الساعات الاولى من الصباح، شهدت بعض المحافظات سقوط امطار كانت متوسط لغزير على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، وتحديدا في الاسكندريه والبحيره وكفر الشيخ. امطار يعني على شكل متوقع بشكل متقطع كانت متوسطه الى غزيره ومستمره حتى الان. ايضا المحافظات الداخليه، محافظات جنوب الوجه البحري المنوفيه والغربيه والشرقيه، بعض المناطق كمان من القاهره الكبرى، طبعا القاهره الكبرى الاليوبيه والقاهره والجيزه، المحافظات دي شهدت سقوط امطار كانت متفاوته الشده، يعني مختلفه من منطقه لمنطقه، كمان لاحظناها في مناطق وبعض المناطق الاخرى لا. يمكن فرص القاهره الكبرى كانت في ساعات الفجر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، ومتوقع خلال الساعات القادمه استمرار فرص الامطار على سواحلنا الشماليه للبلاد. السواحل الشماليه دي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، وهتكون امطار متوسطه الى خفيفه على مدار اليوم، قد تمتد الامطار لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري امطار خفيفه. بالتالي مع الساعات القادمه ان شاء الله متوقع ان فرص الامطار على القاهره الكبرى تقل تماما، يعني فرص الامطار خلال الساعات القادمه على القاهره الكبرى ان شاء الله هتتلاشى تدريجيا مع تقدم ساعات النهار. ده بالنسبه لوجود الامطار. كمان اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار، هتتراوح ما بين 18 الى 19 درجه مئويه، يعني اجواء شتويه معتدله خلال فترات النهار خاصه مع سطوع اشعه الشمس، لكن خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر الاجواء هتبقى اجواء بارده الى شديده على اغلب مناطق الجمهوريه. فرص الامطار غدا ان شاء الله متوقع ان هي تقل تماما عن اللي احنا هنشهدها اليوم او شهدناها خلال يعني 48 ساعه الماضيه، هتنحصر فقط في بعض المناطق من غرب البلاد، تحديدا في محافظه مطروح وبعض المناطق من الصحراء الغربيه. لكن مع يوم الاثنين هنبدا نتاثر مره اخرى بوجود منخفض جوي متعمق في الطبقات الجو العليا، فهيكون في او سقوط امطار متفاوت الشده على شمال البلاد حتى بعض المناطق من قد تصل لبعض المناطق طبعا من القاهره الكبرى وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري. بالنسبه للشبوره المائيه كمان صباحا وفي الساعات الاولى من الصباح، طبعا هي تكون الشبوره المائيه خلال الايام دي يعني موجود لكن مش بيأثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لان في نشاط نسبي للرياح ما بيساعدش على تكثف الشبوره المائيه، ففي شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه بتؤدي لانخفاض طفيف الرؤيه الافقيه، لكن مهم جدا ناخد بالنا من الشبوره المائيه بعد منتصف الاسبوع، لان احنا هيبقى بعد منتصف الاسبوع في تحسن في الاحوال الجويه وارتفع جوي في طبقات الجو العليا، فتبدا كثافه الشبوره المائيه تزيد بشكل كبير خاصه بعد فتره سقوط الامطار اللي هنشهدها يوم الاثنين القادم. هل الامطار دي هتمتد بعد يوم الاثنين ولا هي يوم الاثنين فقط؟ يعني ان شاء الله متوقع الى الان الامطار تبقى موجوده على شمال البلاد حتى بعض المناطق الداخليه يوم الاثنين، مع يوم الثلاثاء هتبدا تنحصر وتقل تماما على السواحل الشماليه للبلاد، وهتبدا تتلاشى تدريجيا لنهايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره. والعظمى 19، الصغرى 12، العاصمة الإدارية 19، 11، اسكندرية 19، 12، العالمين الجديدة 18، 12، مطروح 17، 11، دمياط 20، 13، بورسعيد 19، 11، إسماعيلية 20، 11، السويس 19، 11، العريش 19، 10، كاترين 15، 1، طابة 20، 11، حلايب 22، 15، شلاتين 25، 17، شرم الشيخ 23، 12، الغردقة 22، 12،
الفيوم 19/8، بني سويف 19/8، الوادي الجديد 22/6، أسيوط 20/7، سوهاج 21/9، قنا 22/9، الأقصر 22/8، وأخيرا أسوان 22/10. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، يعني أعتقد إن احنا الفترة اللي جاية الكام يوم اللي جايين أجواء هتكون باردة، لأن ده المعتاد في فصل الشتاء وخاصة في شهر يناير. هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دي. شكرا ليك.